لابد من فتح كل المساعدات، ولابد للمجتمع الدولي أن يقوم بهذا ويتساند معنا. ونحن ندعو المجتمع الدولي، ندعو ممثلي المجتمع الدولي، ندعو كل المنظمات ذات الصلة وبالأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المنظمات الدولية المنوط بها سواء منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات الطبيعة الأهلية المهتمة بحقوق الناس، المهتمة بحقوق المواطنين، المهتمة بحقوق الصحفيين مثلا. وهناك 34 صحفيا قتلوا في قطاع غزة، وقطاع غزة حضراتكم معنا زملائنا من الممثلين الإعلام الأجنبي، أنتم ممنوعون من الذهاب إلى قطاع غزة. الذي يمنعكم ليست السلطات المصرية، أنتم وصلتم معنا هنا إلى آخر متر من حدودنا الشرقية، لكننا لا نجد أي تطمينات، ولا تجدون أنتم أيضا أي تطمينات من جيش الاحتلال بأنكم إذا دخلتم ستكونون آمنين. ويكفي أن تعلموا وأنتم تعلموا أن الأمين العام للأمم المتحدة وصل إلى هذه النقطة، وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وصل لهذه النقطة، ولكنه لم يتجاوزها إلى الأراضي الفلسطينية. لماذا؟ لأن هناك منعاً إسرائيلياً حتى لممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية. مصر تدعو إلى أن يتوقف القتال فوراً، وأن يبدأ التفاوض الحقيقي القائم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن من أجل حل الدولتين. لا يوجد إلا حل الدولتين حلاً لهذه الأزمة التي تهدد العالم كله. حل الدولتين لم تخترعه الأطراف العربية، بل الذي أبدعه أو الذي قرره هو الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 47 بالقرار 181 الذي أعطى حق الدولتين، فقام له ولم نشهد الثانية على الإطلاق حتى اليوم، وهي الدولة الفلسطينية.